تبرز بعض الحارات العمانية أكثر من غيرها، فهي ليست مجرد إرث ثقافي مادي متميز فقط لأناس عمروها ثم رحلوا، بل كان لها دور مفصلي في تاريخ عمان. حارة جامع البوسعيد في ولاية أدم إحدى هذه الحارات، فهي مسقط رأس الإمام أحمد بن سعيد مؤسس دولة البوسعيد ومربع صباه. بيته لا يزال فيها شامخاً، أحد أبرز معالم الحارة والولاية، يحكي فصول نضال وبناء في تاريخ عمان لا زال نهره دفاقا. حارة الجامع، جامع البوسعيد أو حارة جامع البوسعيد، سميت بهذا الاسم لأن اجتمع فيها القبيلة، قبيلة البوسعيد هنا. الحارة بنيت في أواخر عهد اليعاربة. طبعا واضح أن هذه الحارة سابقا كانت هناك بيوت متفرقة، لكن التحصين الحربي الموجود اليوم هو الذي جعلها بهذا الشكل الذي تظهر عليه اليوم. حارة جامع البوسعيد بمكانتها التاريخية والاجتماعية والثقافية تتوسط واحة نخيل في أدم، تتكون من نحو 150 بيتاً بين فخم وبسيط، تتوزع داخلها أكثر من 10 آبار مياه، وقريباً منها يجري فلج العين يسقي الضواحي والمزارع حولها. يحيط بها سور منيع تتوزع عليه 5 أبراج تحرس الحارة، أحدها يعرف ببرج الإمام نسبة إلى الإمام أحمد بن سعيد، وبوابة محصنة تتحكم بالدخول والخروج، كان يقف عليها حارس يغلقها في وقت محدد بالليل فلا دخول ولا خروج بعد ذلك الوقت. أهم مكونات هذه الحارة البناء، الأبنية الموجودة المدنية وهي السكن والمتاجر والآبار الموجودة، والبناء العسكري والتحصين العسكري الموجود، وبعض الأبنية الدينية الموجودة في الحارة كالمسجد ومدرسة القرآن الكريم. جامع البوسعيد هو أحد أبرز معالم الحارة الرئيسة وبه تسمت، يتراءى للناظر من بعيد بقبته وبنائه العالي، يقع على يمين الداخل من البوابة الرئيسة للحارة الصباح، يعود إلى سنة 717 هجرية، يتميز ببنائه البديع ومحرابه الأنيق بنقوشه وزخارفه، تتوزع فيه أشكال هندسية وآيات قرآنية، يعد واحداً من أجمل محاريب المساجد العمانية، كان دار عبادة ومركز علم. وكان مقصد علماء وطالبي علم من أنحاء عمان، وتم ترميمه بالكامل. أهم المعالم التي تحويها هذه الحارة، المسجد 17 بناه الشيخ محمد بن نوح الأزدي، ولعله حفيد المهلب بن أبي صفرة، ثم البيت المنزل الإمام أحمد بن سعيد، وهو طبعا الأب للأسرة الحاكمة اليوم. البيوت يتألف معظمها من طابقين تتوزع في مجموعات باتجاهات مختلفة، تربطها طرق وسكك تتفرع من المدخل الرئيس، تزينها الأقواس والنقوش، وتتميز البيوت بتفاصيل بنائها وتوزيع مرافقها، ولم تغفل يد البناء العماني عن إضفاء لمسات إبداعية من نقوش وكتابات في السقف، على جذوع النخيل وعلى الجدران. أهم الأعلام الذين خرجوا من هذه الحارة، إضافة إلى الشيخ محمد بن نوح الأزدي الذي أسس المسجد الجامع،
وهذا المسجد كان له أدوار علمية كبيرة جدا في التاريخ. يعني الشيخ محمد بن نوح الأزدي أسسه ليكون منارة علمية، وقد كان يعني خرج مجموعة كبيرة من العلماء الذين أثروا الحياة العلمية في عمان، وكانت لهم مؤلفات. ومن ضمن الأعلام الذين خرجوا من أو كانت لهم بصمة في هذه الحياة العلمية في عمان الشيخ سالم بن عبد الله البوسعيدي، وله منظومة تقارب 1000 بيت في الأحكام والآداب والأديان. وفي عهده أصبح المسجد الجامع منارة علمية حقيقية، تخرج منها علماء كبار مثل الشيخ عمر المنذري صاحب كتاب كشف الأسرار المخفية، وبرز أيضا بعد ذلك الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وأيضا برز مجموعة من القضاة بمعية الإمام أحمد بن سعيد مثل الشيخ سليمان بن مبارك البوسعيدي. هذه الحارة، حارة جامع البوسعيد، تعكس إحدى مراحل تطور تخطيط وبناء الحارات العمانية مع تكامل مرافقها العامة ووحداتها المعمارية. يمكن أن نقول أن العمارة بأنماطها الثلاثة في هذه الحارة المدنية والعسكرية والدينية تتضافر معا لتشكل السمة العامة لهذه الحارة. الحارة عموما في بنائها العسكري كما قلت سابقا هي في الأساس كانت بناء مساكن متفرقة، ثم شكلت كتجمع تحصيني للبيوت الموجودة بها، فتشكلت من سور يجمع هذه البيوت الموجودة في الداخل. ثم لدينا 5 أبراج جانبية تحيط بالحارة من الجهات الموجودة بها. الحارة تأخذ شكل بيضاوي قريب إلى المستطيل في شكلها العام أو بعدها العام. الحارة بها ممر أساسي يتفرع إلى 3 ممرات أساسية، يعني لدينا 4 ممرات. ثم هذه الممرات تتفرع منها زقاق كثيرة، بحيث أن الداخل إلى الحارة يمكن أن تشكل لدي هذه الزقاق المتعددة والمتفرعة متاهة إن لم يكن من سكان الحارة أو من الخبراء بهذه الطرق، بحيث يخرج من الحارة، يعني يصعب عليه الخروج من الحارة. الحارة منازل بها مكونة من طابقين عدا منزل واحد، والطابق طبعا السفلي هو للتخزين، والطابق العلوي هو للسكن. طبعا لدينا السقف، الأسقف المنقوشة والمكتوب عليها بعض العبارات، وطبعا هذه الأسقف مع النوافذ الخشبية تشكل سمة عامة للحارة. فالحارة ظلت محافظة على طرازها المعماري ومنظومتها الاجتماعية إلى عهد ليس ببعيد، حتى قبل أن تمتد إليها عناية وزارة التراث والثقافة ترممها، تعيد إليها شبابها ورونقها، لتظل أنموذجاً لدراسة تطور العمارة العمانية التاريخية وسيرة رجال عمروا المكان وخلدتهم أدوارهم المشهودة في تاريخ عمان. الحارة أخذت أو لعبت أدوار وخاصة دورين مهمين جدا. الدور الأول الدور السياسي، واضح طبعا الدور السياسي الذي قام به الإمام أحمد بن سعيد ورجال الدولة الذين خرجوا من هذه الحارة، وأيضا الدور العلمي وخاصة الدور الذي قام به الشيخ سالم بن عبد الله البوسعيدي، والذي بنى مكتبة ضخمة جدا
ظلت هذه المكتبة إلى وقت قريب موجودة في المسجد الجامع الذي يوجد في الحارة، ونهضت بعد ذلك بسببها مجموعة من أعلام البلد داخل الحارة وخارج الحارة، وظلت الحارة تلعب هذا الدور إلى فترة قريبة جدا. هذا البناء المعماري الذي بني في هذه الحارة يمثل سمة البساطة مع سمة العمق الاجتماعي الذي وسم هذه الحارة، وقد عشنا فيها زمنا ليس قصيرا من أعمارنا.